الأقدار تعبت من الأعذار والباقي في الأقدار وانت حمايم الدار ناحب وقت العصار وقت العصار. لما بدت تحكي صاحوا صاحوا بهالأشعار والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار ويا بيت يا بيت ارجع ارجع قلبي غدا محتار وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار حتى السحب والموت عزف على الأوتار حتى السحب والموت عزف على الأوتار والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم والحياة أسرار في الحياة أسرار وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار الدنيا تدور وتدور وتدور وهذا النجم سيار وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار أسكت بسكم ظلم وترفيع بسكم مسك بالثار كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار حتى حمايم الدار ناحب وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار مظنون يا أبوي محروس مش على باس مش على باس مسالم مش على باس مش على باس الله يا زبلي يلا يا مقليونك حار اليوم سالمين أقول اليوم يعنق الفتان ما أشوف عندك يوم الفتان من محبوب أحسنت ذاك الله خير ما قصر بقي أكثر من كذاك بعد لكن أنا بعدني أحسن من اللي يفرق ما بين الأهل هاي بيكون يعنيك سالمين وكيف تعنيني أنا محبوب هذا المقصود ولا على راسه ريشة يتحسسها اسمع أنت اسمع يا محبوب تأدب ولا قاقبك أحسنت أحسنت بعد ما قصرت إن كان طول لسانك على أكبر منك خليك ما عليك منه حمود هذا محتر أبوي دوكا شوف الصق شوفه وسير خبرهم سير سير فتن سير قول لهم قول لهم بعد ثاني اليوم جاينكم جايب عسكر الوالي معاه وباخذ حقي بالشرع سير فتن سير حال بحار حقه ساخنه أمن مثل ما عليكم ضحكوا ضحكوا بيجيكم يوم بتبقوا فيه محباب انت هنا جالس هنا وذاك صاحبك سالم غرقان في البحر اخوي غرقان صاحب ودخوله لا حول ولا قوة الا بالله المصائب اليوم تجي تجي كلها مع بعض حمود حمود ابو سير اشوف انت بتجي معك يا خلع ايه ساير ايه ساير سير ابو انت تصير توكل حمود يبغى يجي يعرف الدرب وحده سير لكن ما في شيء بخير شلوا البيت زين انا ساير انت ما بدي جنب رايك ايه اقول خل سالمين عمي ثاني انا بروح البيت اطمن على اخوي ما يسوق لك ترى قال لك الولاد ما في شيء بس شلوا البيت حتى ولو حتى ولو اطمن علي هذا اخوي ما لكم بلاك دوه جلس انت جلس جلس اخو الثاني بيكون اليوم القصبه ما تصير الجماعه ما يجيوا يجوا ما يجوا انا ما يخصني انا اليوم مواعد عسكر الوالي بعد صلاه العصر مو يخصني منهم انا سمعت يا اله اقول عمي ثاني عمي ثاني انا اسمح لي القسمه هذه ما بحضرها لاني مشغول شويه عندي شغل احسن يا حمود احسن احسن يوم ما تحضرها عن تصير ضراب على الارض انت اللي عليك سويت وتوكل ما قصرت سمحوا لي يا استاذ شويه عندي صولان في الراس شويه هم فيه اقول حمود عن تسير البيت ها تسير لك مكان ثاني منه ولا منه بس غيب عن البيت غيب ايه تمام الله
ملا لا حول. سالمين ما عاجبني حال الوليد هذا اليوم، ما عاجبني حاله. يا الله يا الله تنعان نايم على ضواريب بطنه الوليد. يا الله سالم سالم قوم ابوي قوم قوم اشرب لك قطره شويه. مو ذا اشرب ابوي. ما ابغى يا ولدي خلي شويه روقه دخى بطنك تو انت على امك اليوم عايف الاكل اشرب شويه. يلا سمي بسم الله اشرب بعدين. ما يوم قلت لك يا سالم يا ولدي هين نوك والبحر ما طعت تسمع كلامي ولو انك داير بالك على ارضك ها وما مودرنا كان يا ان والله يا ان حمود ما قادر يحرك فيها ساكنه ولا ان حتى يبيع سهمه. انا من اولي ما نافع لا في الارض ولا في البحر، احس اني فاشل ما اقدر اسوي شيء، ما اعرف. يا ولدي لا تضايق نفسك روف بعمرك، بس انت يوم بتيأس انت ايش بتغدى حالتنا؟ انت خبرني ايش بتغدى حالتنا؟ شو يا ريت حمود بس شويه يوقف جنبك ويساعدك، لكن هذا الولاد ما عرفه طالع على منه، دام الا داير على هوا ولا حد يودر بنت جوهره في البيت عروسه وما يتزوجها، لكن من هو؟ والله من امر الساعه اني بزن عليه وبخليه يتزوجها، ويمكن عسى الله يهديه بعد زواج ويليق شويه في البيت. ما حد مرقص حياتي في ذا البيت غيره هو. خذي ما ابغى اشرب. ما ابغى اشرب شويه يا سالم اشرب شويه. بسم الله ما اقدر احس غصه بحلقي، ما ادري غصه الكدر اللي فيه ولا غصه الفشل. حلم ابوي وما قدرت اوفيه ورضاه ما قدرت احصل عليه ما اقدر. لا يا ولدي لا تقول كذاك هذا قول كذاك بس من خوفك. خوفي من اللي جاي. على الاقل حمود لما خاف باع خوفه وكتب صك تنازل عن سهمه من الارض. كانك باغي تقول ان احنا خوفنا الارض. لا يا ولدي لا، حمود ما باع خوفه، حمود باع فرحنا. ولهذا السبب بقت فاتحين الزواج ما كذا؟ قلت يمكن اقدر انقذ من الشر، انقذ نفس السايحه يا سالم. ايه يا رعاه البيت. ايه جاي لك ايه يا محبوب جاي لك يا ساير. سالم تو علامك يا ولدي، اجلس روف بعمرك، انت بعدك ما متعافي لين تو. انا ما اظن بتعافى من اليوم ورايح، ما اقدر رايح. والله تعايت ما اسوي بهم هالاولاد، تعايت اشتقيت من بعدك يا ناصر اشتقيت. ماشي حيلة. ابوي عروستنا على ما متكدره؟ لا متكدره ولا شيء، بس جالسه بخرت ثياب. الله يبارك ما شاء الله تتزهب. سمعيني عاد زوينه، من تو غادي هذا الثياب عاد ما ينفعنش. هي يا بنتي يحتاج نشتري لك ثياب جديدات ونصوغش حتى تستوي زينة البنات. عمتي حاسه انه بعده ما من تو. لا من تو، وكان المفروض انه يستوي من زمان، بس ما اعرف ايش اللي نساني ولا ما صار اللي صار يا بنتي. اسمع حركة، اظن ان المعرس جاي، اسير اشوفه. يلا عطشان اليوم. تعال يا ود امك وابوك تعال. الله بالخير والدي. الله بالخير ولدي، وهينك انت وهين ايامك وما يلك شوف ومشتاقينك. اهبا يتكلم بياك يا ولدي. والدة سمعيني زين، اذا كان عندك كلام اقليه حل بعدين، لان في الحقيقه ولدك حمود هالايام عنده اشغال كثيره. شوف اي ما عنده وقت يضيعه في البيت. هلا فما اللي احسنتي. اهم ماشي ليق شويه في البيت يا ولدي، بتكلم معك موضوع ضروري. موضوع الزواج. زواج؟ والله يا امي وما عليش حلفه علي انك كنت ناويه فاتحش في هذا الموضوع، لكن ترى في الحقيقه فاجاتيني
وما دام فاجأتيني ماشي حيلة. يعني بالمعنى بيع سهمك الأرض ناوب بالزواي؟ مو أسوي؟ ما شاء الله. ترى هذه حيلتي، بعت سهمي علشان أكمل نص ديني. نعم. يا ولدي ما إسخابك كذا، كان المفروض إنك تتكلم أندبر لك شيء، كان أنا معي يعني تبعت تعرف المعنى شطفتين ذهب آخرتنهن حال حاجة كان ببيعهن زين وبساعدك بشيء بمخدورتي يعني كان سالم أخوك نوبة بساعدك بشيء ولا شيء، لكنك أنت الله يديك ما تكلمت. كلامي صحيح الوالدة لكن مو أسوي، ثانوي راس عص ثانوي قال لي لا يمكن أوافق عليك إلا إذا أخذت سهمي أول. خذ سهمك، خذ سهمك يا والدي. ثانوي ابو مخاب شوية ما يخصه. كيف ما يخصه الوالدة بشديش؟ كيف ما يخصه؟ ثانوي هو الأساس، لأن ثانوي هو أبو البنت، ما يخصه سمعت بنت هم البنات تتكلم انت. حول ولا قوة إلا بالله، أنا والله العظيم أفكر إني عندش خبر، أفكر عاد البيت كلهم عندهم خبر إني ناوي أتزوج فتنة. لا يا السافل يا الحقير فتنة. انت عمك، انت عمك اللي تنتظرك طول السنين يبقى وتقول لي فتنة. قول غير هالكلام يا حمود، قول غير هالكلام. لا خليه، اصلا انا اللي ما ابغى. كان قلبي حاس من زمان، كان قلبي حاس. خليني اترقاه يا بنتي. كان ترقيته ما خسرانا شيء. قالي وصيت ابوش وعمش وما يستوي ذيك وينقذها. ما يستوي. لا يا عمتي لا، ما نبغى اتمنى ليش تبذل المانع. يا ناس فهموني زين، فهموني ولو مره واحده. الوالده فهميني زين. انتوا فاكرين الزواج لعبه يعني تعالوا تزوج؟ لا يا امي لا. واذا كان على زوينه فزوينه انا اعتبرها مثل اختي. عارفه يعني ايش مثل اختي؟ يعني لا يمكن تكون لي زوجه في يوم من الايام، لان عشنا مع بعض وتربينا مع بعض. فهميني يا امي فهميني. بس اسكت عني. زوج لك الله، ما بشوفك لا انت والدين ولا انا امك الى اليوم الخيامه. خيب من ذا البيت. ما بشوفك مر. زوج لك الله، عذبتني وشيبتني يا حمود. هذا اليوم اللي كنت انتظره، هذا اليوم اللي خليت احلم بيه يا ناصر. هذا اليوم فيه طوفان اكبر من ان الولد ينقذ بعهد ابوه فيه. خبروني وافادي على اليوم انتي يا زوين، وافادي على موت قرني انتي موت قرني. مثل شعرش ترى الغالي، رخص الغالي يا بنتي، رخص الغالي. والبرح مش على دروب الشوق. يا ناس دلوني على الصبر، انا لاقي الصبر. دلوني عليه لا ينباع. بشري انا افرقكم؟ انت سويت كل اللي سويته حتى نحصل على الارض، ما كذاك؟ هي بس الله يخليك رجع لي حمود. ارجع لك حمود؟ انا ما اخذته علشان ارجعه يا زوينه. انت اخذته وخليت رهينه عندك، حتى تسامح باهل ناصر. سيري بنتي، سيري هذا الكلام كبير عليك. سيري. حتى لو أملك نص الأرض؟ حتى لو تملكي نص الأرض يا زوينة، بدون حمود
ما تفيدش بشي. عارف جرحي، لا تسبني فوقه. زين أحمود حالش؟ حالي؟ وبعد مو بعد ما تتزوج بنتك؟ أزوج بنتي؟ أزوج حمود بنتي؟ ود منعت؟ ود ناصر؟ يعني حمود بيرجع؟ والله عاد ما أدري بيرجع ليش ولا لا، هذا شيء عادي توقف عليه يا زوينة. يعني الكلام اللي قلتيه وانت داخلة علي، يعني باغي الأرض. بس اهمش يا زوينة، أنا ما طمعت، وأظن رجوع حمود يهمش ويهم أمه. هي صحيح، كيف حالها؟ أظن بعدها تعبانة. سلمي لي عليها وقيلها بشكاركم يسلم عليش، ونتلاقى في البيت، أقصد بيتكم، وتبيعين الأرض قدام الناس يا زوينة. وانا مو يضمن لان حمود بيرجع. باكر بتعرفي، وبتعرفي ان ثاني ما يرجع في كلمته. وسمعيني زين، لازم تنفذين كل اللي اقول لك عليه وبالحرف الواحد. قلت لك تحرك، تحرك. ضحيت عشانه، وقلت هذا رغبة عمي وأبوي، وما يستوي أنقذ رغبتهم. حطيت فوق صدري جبل فوق جبل، وقلت هذا أخوي أولى بالفرح مني. لكل واحد منا فرح الخاص به. فرحك ما كان فرح أخوك حمود، فرحك كان قدامك وانت تخليت عنه. تعرف انت صرت مثل من؟ انت صرت مثل اللي رسم على وجهه ابتسامة غيره، وابتسامته هو مخنوقة داخله. ابتسمت عن اخوك ونسيت انك لك حق الفرح مثل اي انسان. مو تنتظر، ليش ما تفاتح امك؟ اظن ما في وقت انسب من هذا الوقت. مرة واحدة اختار وقتك. لا أخاف إنهم يعتقدوا إني استغليت الموقف. لا إذا بتجلس تفكر بهذه الطريقة ما بيستوي شيء. تعتقد إن زوينة ترضى بي وهي بعدها ما تعرف غدر حمود؟ لازم تعرف. لكن ما مني أنا، لأني ما أقدر أقول لهم. إذا ما خبرت أمك وزوينة أنا بخبرهم. أنا ما يعجبني ضعفك هذا. تعتقد أقولهم اليوم؟ اليوم قبل باكر. لا يا أبو مسعد، لا أنا ما مستعد أسير معك. لا، لأن مو رايك تصير تخبر معلم حميد وعيد يجون معني في هذا؟ ممكن على الأقل هم لهم اعتبار في بيت ناصر، ويكون شهد شاهد من أهلها. ما دام انك قلت كذاك يا اخوي ابو مسعد، انا كانت عندي شويه اشياء وبغيت اخبرك عنها. يلا يا سالمين، اشياءك هلا ما يخلصها. قول ابوي وقول لو ما منك فايده. ها تو عاد ما مني فايده يا ابو مسعد؟ تو يوم عاد بدات تقبض؟ لكن مو اقول عنك ابوي يجي منك كله زين. ابوي امزح يا اخوي معك، امزح. نوب انا امزح يا ابو مسعد، وأعرفك إنك رجال كريم، وهذه المرة ما بتردني بيكون. أسمع قوانين جديد اليوم سالمين، قوانين جديد. لا والله يا أبو مسعد ما قوانين جديد، الأرض اللي ورا القهوة هي اللي أنا أقصدها. بعطيك، قلت إني بعطيك. هي لكن متى يا أبو مسعد؟ متى؟ ثاني، مو رايك تعطيني القطعة لما زوينة تتنازل عن قسمتها؟ هذه السالفة خلها يا أخوي يا سالمين، خلها السالفة عنك. كيف أخليك عن هالسالفة؟ كيف أخليك عن هالسالفة؟ هذه وقتها.
واعتقد انك انت ما تبغاني اني انا خالفك يا ابو مسعد. كيف يعني؟ تهددني؟ عفا عليك يا ابو مسعد، بس عفا عليك، حد يقدر يهدد ابو مسعد؟ حد يقدر يهدد ابو مسعد؟ لا لا لا، ما قصدك ذاك، بس قصدي يعني تستلم وتسلمني، وانت بيكون تعرف عاد انا عارف كل دفاترك وفاهمها. يا الله انك طماع، هالانسان طماع، ما شي يرد عينك ابدا. مال البيت صاير كذاك؟ ماله؟ إذا كان علي أهلي من باكر أصير أشوف اللي شغله، أو إني أرجع للأرض. لا لا ما ما إيش اللي صاير؟ إيش اللي صاير؟ خبروني إيش صاير؟ خبروني. سالم، أنت مستعد تتزوج زوينة؟ لا انا ما من خبركم، من خبركم، قولوا لي من خبركم. اكيد اكيد حمود، ما حد حمود. قولي مو اجاوب ابوك، مو اجاوبه لما يجي يسالني، مو اقول له، اقول له ولدك خان امانتك، ولا اقول له ان حمود مات، ولا اقول له حمود مات. خبرني. نعم حمود مات، مات وقتلوا الطمع، قتلوا الطمع. أما زوينة فحبيبها ما رجع، نشر شراعه لوحدة غيرها، ما فات في أنينها ولا نفع، ما فات في أنينها. سهرت الليل وحرق الدموع، وان فيها قلبك تتون، وتوجع ضلع، وبقيت زوينة تسير وتجي تقول يا قلب لا خلي بياض الياسمين، خلي بياض الياسمين يزين جرح الدفين. وبقيت زوينة، وبقيت زوينة تسير وتجي تقول يا قلب لا تستكي، خلي بياض الياسمين يزين جرح الدفين، اوه يزين جرح الدفين.
محبوب دير بالك على القهوة، أنا سار عندي شوية شغل. اي نعم، وتراك عني في القهوة هنا عني. نعم. السلام عليكم جماعة. عليكم السلام. أشوف الجماعة بعد ما واصلين. الله يصبحك بالخير. اسمع اسمح لنا ترى ما سمعناك. ها سير انت، سير سير في شغلك. كيف سالمين ما خطبت عليه ولا كيف؟ انت قبل ادخل شرب لك كوب شاي ولا فنيان قهوه. شاي انما نشربه هناك. اسمي انك فؤادك بارد. زين خلا 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 استاجر. والجماعه موجودين هناك سابقيننا عاد. خلا اسميهم هذولا ما يبغى يصيروا معي. ها خلا خلا لكن ما عليه. خلا خلا يلا سرني. قدم قدم قدم. هذا ثانوي وما في يسوي هناك بيت ناصر. وقف جبت شاي. دق دق. يا مرحبا يا مرحبا. الله يحييش ويطول في عمرك يا ام سالم. الله يطول في عمركم. زارتنا البركه. زارتنا البركه. الله يبارك فيك. اقول ولدي سالم. ايه كيف عاد مسك؟ ما تبغى ترجع للبحر مره ثانيه؟ الشاي بعيد والله اني ما ظني ييتكم اسب سالم يرد البحر. شيء شيء معكم انتم اثنين شيء. تبغى الصدق؟ نحن الين تو ما عارفين حبو جايين. أخوش سالمين طاف علينا وقال لنا إنش باغتنا خير إن شاء الله. أنا؟ إيه نعم. زين زين يا عين يا عين. إلس إلس أنت عند العربي إلس. أنا بسير أشوف لاقيها بيكون شموس قاعد تشوف زوينة ولا شيء. البيت بيتكم قلتوا. ما قصرتي. مرحبا. يلا سالمين. تفضل تفضل بيت بيتك. حد مياك؟ بيكون ما غريب. بيت بيتي. ادخل. السلام عليكم يا جماعة الخير. وعلى المؤمنين السلام. تفضل يا ابو مسعد تفضل. تعال دخل دخل. نعم مو باغي. ما كفاك اللي سويته؟ قال هنا بعد. يلا ابوي يلا 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 يلا. افا انا وبعدني يا ولد ناصر بن سالم. عيب يا ولدي. هذا ضيف هو الضيف الى حرمته. اصيله يا ام سالم اصيله. وانت هيا كان جاي ومعك قول تبى تقوله. تكلم الحاضرين يسمعوا. عجب هين زوينه ما اشوفه هنا. وانت مو خصك زوينه. قول لي مو خصك. انا هنا وانا اللي طلبتك هنا. عجب ندخل في الموضوع. تبيعي؟ هي نعم بعد. شاهدين يا جماعه شاهدين. شاهد يا سالمين؟ نعم شاهد. على ايش شاهد؟ خبرني على ايش شاهد على موتك؟ وبعدين زويلة ما عندها شيء تبيعه. لا عندي نص الارض اللي كتبها ابوي حالي. عندي عندي. قول يا ثانوي كم تشتري؟ الربع ب20 وفوق الربع استوى 40 واكثر عن كذاك عاد ما اقدر. وانا قبلت لكن الاول نفذ وعدك. علشان كذا جايب لنا يا سالمين.
مو من الوعد خبروني، مو من الوعد وعدي ما فاهمه شيء. ابني انت بعقلش تكلمي، مو اللي استوى فيه. تعال بقول شيء يتكلم. انت الاول يا زوين خذي الغوازي وانا عندي وعدي. لا تاخذيني. انت ما يحصل هذا، مالي وانا حره فيه. شاهدين يا جماعه، شاهد يا شايب عيد، شاهد يا معلم حميد، شاهد يا سالمي. نعم شاهد. البنيه خلت غوازيها ومن اليوم وساير ما لها حق في الارض، وباكر ان شاء الله الملاقاه في المحكمه علشان نكتب الصك. واحسنتوا، جزاكم الله بخير، ما قصرتوا. فما لا عمي ثاني، ابو مسعد في بيتنا. ابو مسعد الله يهديك، كيف واقف عند الباب؟ تفضل استريح البيت بيتك. اهلا وسهلا. زين يوم جيت. شوف خير ان شاء الله. من اليوم وساير ما ابغى اشوفك قدام الدكان. ليش عمي؟ ومسألة الزواج من بنتي انساها. انساها؟ وغوازيك من الارض باكر تعال خذها. على ما اظن انا وفيت بوعدي ورجعت لك حمود. عمي ثاني، الشيمة كان فيك شيمة، هذا الكلام ما يستو ما يجوز. تعرف شغلك. عمي ثاني. ما 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 الله يلعنك من الارض، الله يلعنك من الارض. قومي زوني من قدامي، لا تخليك فرحيت. كل السبب منك، كل السبب منك. معلم حميد الشايب عيد، من فضلكم من فضلكم، بتموت امي اذا ضاعت الارض، بتموت. من فضلكم لا تصيروا المحكمه وتشاهدوا، ما كلكم شفتوا شيء، ما كلكم شفتوا شيء. يا ولد استهدي بالله، استهدي بالله واذكر ربك. امك ما جا يصيبها شيء. قوم قوم وديها داخل وصلي على النبي. قوم قوم. لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين يا ولدي يا سالم، حتى مو نقدر نسوي. لو زوينة ما اخذت الغوازي كان هي يمكن نقدر نسوي شيء، لكن تو ما نقدر نسوي شيء. تقول هالكلام انتوا، انتوا تقول هالكلام. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. بس يا ولدي، بس لا تسوي في عمرك ذاك. بس لا تطلب منهم يسوي شيء، لا تطلب. ما دام اهل البيت خانوا نفوسهم، لا تطلب من حد يكون احسن منهم.